هذا في يديه وفي رجليه. نعم في رجليه. شاف يديه؟ من رجليه يديها عادي، هذا مفوق، هذا شوف يديه. اللي جا ما جالبينش عندنا هما هذ اللي كيرضوا. أنا عايشة في هولندا، عايشة في أوروبا، وكاين ناس كيجيو توريست من هولندا وكيقول لك مشينا وتأثرنا ولقينا واحد الكليبة مريضة وما عرفناش كي نديروا لها في لوطيل، وكاين اللي كيلوحها في فيسبوك كيقول واش تعاونوني تلقاو معايا شي جمعية، راه أنا في مراكش وحلت مع واحد المشيشة. فأنا ملي كنجي كنمرض كنبقى نداوي كنبقى نجري وأنا نقول علاش ما نمشيش أنا، وأنا نجي ندخل بهذه الفكرة وأنا اللي بدات أنا نجمعهم ونداويهم وهكا باش بدات عندي الفكره. هكا جيت المغرب ومشيت عند واحد اختي اللي حتى هي حامله الجنسيه الهولنديه اللي هي دابا رئيسه الجمعيه، قلت لها علاش ما نديروش انا وياك هذا الموضوع، علاش ما تخدميش معايا نبداو انا وياك نعتقوا منها منها نعتقوا هاد الروايحات اللي كيتكرفسوا في زناقي، اللي متشردين اللي مرادين اللي جيعانين صغيورين، ومنها نحميو الناس وخصوصا الدراري الصغار من الامراض، لان الكلب كيهز واحد المرض ديال الجهل وكيكون واحد المرض ديال الجربه، كيكون بزاف د الحوايج اللي هي معديه. رسالتي انهم يتعاطفوا مع واحد الحيوان بكم ما كيهضرش، يعطيوه على الاقل غمويها في هذا الصهد، ما يضربوش. حيت انا الناس كيجيو ليا كلهم كيقولوا ليا علاش كتعاوني الحيوان ومخليه البشر؟ انا كنشوف ما كاينش اولويات، روح روح ولا لا. كنظن الا سولنا الله واش نسبق هذه الروح ولا نسبق هذه الروح، يقول لك كلها ارواح عندي وكلها سواء سواء. لا، والارض خلقها الله لينا كاملين، الناس كيعتبروها مخلوقه ليهم بوحدهم، والبشر هو الاولى. وانا كنعتبرها صداقه، فين ما درتها صداقه دايزة، كنظن انا ان الله قابلها مني كصداقه، يعني يعطيهم على الاقل عا يرحموهم بعاي بميها، يرحموهم ما يضربوهمش. كنشوف انا ظلم كبير للحيوان، واللي دويت معاك يقول لك نعتق بنادم هو الاول وانا الاول عاد نشوف الحيوان، وهذا اللي ما كيدويش، اللي لا ما عطيتيهش ياكل كيموت، اللي كيكون قاتله الجربه وزيدو الجوع والعطاش. صراحة حسيت بواحد الراحة وفرحان ملي كنساعد الناس وكنعاونهم، وكنشوف في الأول كنشوف كيفاش كيتعاملوا هما، كيشدوا الكلب كيعنقوا كي داكشي، جاتني فشكل ولكن من مدة وعشرة وتعاشرت معاهم وكشي لقيت بأن داك الكلب بصح خاصو هكاك، خاصو ديك العناية وخاصو ديك ملي كتشوف كلب مكرفس كلب ضيع في القلعة كلب كيشوفوا كيف قلتي واحد كيضربوا فيه الجربة مسكين ما كاين اللي كي خاصو العناية. وانا فرحان وسعيد بهذا الشيء اللي كندير مع الناس، وكنشكرهم حتى هما على هذا الشيء اللي كيديروا بزاف، يعني كيديروه من قلبهم صراحة. الناس ديال محمدية كاملين خصهم حتى هما يحاولوا يديروا يديهم كيف كنقولوا، يتعاونوا حتى هما غير بالاتصال، غير بيشوفوا الكلب هكا يعاونوا الناس يشدوه يجيبوا الكلب، الا لقاو غير كلب متشرد هكا يعيطوا لهاد الناس يجيبوه. احنا هما كيجيو كنتهلاو فيهم، وهاد الناس ما مخلينش من جهدهم، كيجيبوا الماكله يجيبوا الدواء يجيبوا يعني اي حاجه في وقتها، ما كاينش. ما صراحة حسيت براسي بانني واحد انسان اخر، وكدير شي حاجه زوينه لله، كدير واحد الحاجه لله مزيانه مع الله بعد، وكدير مع واحد البكمه، ما كتهضرش ما كتقولش راه خاصني نشرب خاصني ناكل خاصني الدواء خاصني هذه خاصني راني مريض راني، خاصك انت كتشوفه ومن كتلاحظ فيه بانه مريض كتعرف هذا مريض هذا صحيح هذا جيعان هذا عطشان هذا من هذا، يعني كتوليتي خاص الانسان كامل يعرف حق هذا ويحس بهذا الحيوان هذا. هذا
الحلم ديالي يا سيدي هو ما يبقى تاكل مشرد، والناس يتعاملوا مع الكليبات والمشيشات بمعامله ترضي الله، وخصوصا الكلب، لان بنادم كيقول لك الكلب نجس فضربوه قتلوه صلخوه ماشي مهم، لا راه تا هو مخلوق. فكنتمنى من الله يعاملوا الحيوانات معامله الطف ويرحموهم، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، ارحم ترحم. ومن بعد غندير لهم بوينكات في ودنيهم كامل باش نعلموهم ان اللي شي واحد زهق شي واحد دينا شي حد ولا هذا نعرفوا راه تاع الجمعيه راه معقم راه مداوي راه جلاب هذا. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.